السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته متابعي الاعزاء. اليوم غادي نديروا الصفحه 35. اذا نبداو على بركه الله التمرين رقم 11. ولاحظوا واشطب القياس الخطا. اذا هنا غادي نلاحظوا هاد المسطره اللي عطاونا هاد المسطره بحال هكا، وهاد المسطره هكا قالنا غادي نحسبوا طول القطعه الحمراء. هما راه عطاونا القياس، غير حنا غادي نتاكدوا. مثلا حنا هاد القطعه الحمراء القياس ديالها عطاونا اختيارات، يا اما القياس ديالها 4 سنتيمتر او 6 سنتيمتر. اذا عطاونا طول القطعه المستقيمه الحمراء هو يا اما 4 او 6. حنا اش قلنا ملي كنبداو؟ كنبداو دائما من الصفر. اذا الصفر 1 2 3 4، هنا من بداو لينا من 2 عطاتهم 6. اذا فين القياس الصحيح ديالها؟ واش هاد الطريقه ولا هاد الطريقه؟ اذا بطبيعه الحال هاد الطريقه هي الطريقه الصحيحه الا بغينا نحسبوا القياس ديال شي حاجه، الطول ديال شي حاجه. اذا هذه هي الصحيحه، بمعنى ان القياس الصحيح هو 4 سنتيمتر، وبالتالي غادي نشطبوا على 6 سنتيمتر هي اللي ما كايناش، يعني هذاك هو القياس الخاطئ. غادي نمروا للتمرين رقم 12. قلنا هنا اقيس طول كل قطعه واكتبه مكان النقط. اذا هنا غادي نخدموا بالمسطره، غادي نحاول نقيس الطول ديال كل قطعه وغادي نكتبوه هنا في الخانه اللي حداها. نبداو على بركه الله بالقطعه الاولى. دائما الصفر كنديرو هو الاول، كنحطو هنا حتى اللي ما عرفش يحط هكا يحطو بحال هكا بحال هكا، يحط من هنا ونشوفو فين جات. هنا جات في الأربعة، يعني في الربعة. إذا غنجي غندير 4 سنتيمتر. بالنسبة اللي ما متوفرش عنده المسطرة وبغى يحسب بالمثلث، مثلا عنده مثلا حداها غير المثلث، كنبداو من هنا. هذه راه هي الصفر، يعني هاد البلاصة هنا هي الصفر. اذا نحط هنا الصفر وغندير اذا فين جات في 2. نقيس هاد ها نتوما راه بحال ها، الا درت المسطره ها الصفر ها 2، يعني نفس القياس. عندي هنا القطعه الثالثه، اذا دائما كنبدا من الصفر. اذا شحال القياس ديالها؟ 3 سنتيمتر. اذا نقيسوها 3 سنتيمتر. بالنسبه للتمرين رقم 13، هنا غادي نرسمو. ارسم قطعه مستقيمه طولها 6 سنتيمتر، يعني غادي نرسم انا قطعه ديالي بالقلم يكون الطول ديالها 6 سنتيمتر. اذا من غنبدا؟ غنبدا من الصفر وغنوقف عند 6، يعني غادي نجي من هنا من الصفر وغنوقف عند 6. ولاحظوا ان القطعه كنسدوها من هنا ومن هنا. كاين اللي كيقول لي قطعه الا حنتي الا خليتها محلوله غتولي لي مستقيمه، هو قال لي ارسم قطعه. هنا بغينا قطعه مستقيمه طولها 2 سنتيمتر، نفس الشيء غادي نجي من الصفر حتى الاثنان وغادي نسد من هنا ومن هنا. اذا هنا رسمت قطعه مستقيمه الطول ديالها 2 سنتيمتر. غادي نمروا للتمرين رقم 14. ولاحظ واكمل. عندي 1 متر بغيت نمشي للسنتيمتر، يعني كنضرب فيه 100. او اللي بغى يفهمها بالجدول، هانتوما عندنا حنا كنديروا كنخدموا بالجداول. مثلا عندي المتر هو هذا، الاجزاء ديولو كاين عندي الديسيمتر سنتيمتر والمليمتر، دول اللي كنخدموا بهم الاقسام اللي كيكون شويه صغار بحال الثاني والثالث كنخدموا بهذا. اذا عندنا هذا هو الوحده المتر، هادو الاجزاء ديال كل ما تمينا غادي هكا كنصغارو، يعني غادي كنصغارو. بحال دابا مثلا الديسيمتر صغر من المتر، السنتيمتر صغر من الديسيمتر وصغر من المتر، المليمتر صغر من السنتيمتر وصغر من الديسيمتر وصغر من المتر. دابا حنا من المتر للسنتيمتر شحال عندنا من خانه؟ جوج، يعني كنضربوا في 100. مثلا انا عندي هنا 1 متر بغيت نحول للسنتيمتر، يعني غنضرب في 100. 1 غنضربو في 100 غتعطيني 100. اذا الا بغيت نتعلم بالجدول غندير 1 متر نحولو للسنتيمتر غنزيد جوج اصفار باش نوصل للسنتيمتر. اذا هي هذه كنضرب في 100. دابا عندي 2 متر بغيت نحولها للسنتيمتر غادي نضرب في 100 تعطيني 200. دابا العكس، الا بغيت من السنتيمتر للمتر، يعني غنحيد هاد الاصفار اللي درت غترجع عندي 1. اذا هنا من السنتيمتر للمتر غنحيد هاد جوج الاصفار غتولي عندي 2.
هنا من السنتيمتر للمتر نحيد هاد جوج اصفار تولي عندي 5، بمعنى من المتر للسنتيمتر كنضرب في 100، ومن السنتيمتر للمتر كنقسم على 100. الان غادي نمروا للتمرين رقم 15. اذا هنا عطاونا، ولاحظوا واكمل، عطاونا هنا واحد الطاوله الطول ديالها 1 متر والعرض ديالها 20 سنتيمتر. اذا هنا قياس الطول هو اذا 1 متر، الا بغيت نحولها للسنتيمتر قلنا كنضربوا في 100، يعني غتعطيني 100 سنتيمتر. اذا 1 متر هي 100 سنتيمتر. هنا قياس العرض هو، هنا ما غادي نحولو ما والو، غير قياس العرض شحال عندنا، عندنا 20 سنتيمتر فقط، غنكتب 20 سنتيمتر. بالنسبه للتمرين رقم 16 اكتبوا قياس طول الخط الاحمر. اذا هذا الخط الاحمر كامل بغيت نقيسو، اذا بغيت نعرف القياس ديالو كامل. اذا اللي بغيت نعرف القياس ديالو عطوني هنا ا، هاد المستقيم هنا بي، وهنا هاد المستقيم سي. اذا اشنو خصني ندير؟ هادو هذا نصف مستقيم. اذا اشنو خصني ندير؟ نعبر ا شحال فيها، نزيد عليها العبار ديال بي، ونزيد عليها العبار ديال سي باش تعطيني في المجموع الطول ديال هاد الخط اللي عطاونا. اذا غندير ا زائد بي زائد سي تساوي، غادي نشوفوا ا شحال فيها، نعبروا ا شحال فيها، فيها 5. اذا ا فيها 5، اذا 5 سنتيمتر. غادي نمشيو للبي، بي حتى هي شحال فيها، بي فيها نقولوا 3، نتوما باقي ما كتعرفوش الفاصله، غنقولوا 3 سنتيمتر، 3 سنتيمتر زائد سي. اذا سي فيها 5 سنتيمتر. اذا تساوي، غنجمعوهم كاملين، 5 الى زدنا عليها 3 غتعطينا 8، و 8 الى زدنا عليها 5 غتعطينا 13. اذا الطول ديال هذا الخط الاحمر كامل هو 13 سنتيمتر. اذا غادي نكتبوها هنا. اذا طول الخط الاحمر كي درنا ليه شدينا، ماشي نحسبو كامل من هنا لهنا، مثلا شي واحد يشد ليا من هنا لهنا خطا، تقول لي مثلا من هنا لهنا راه هذا هو الطول، لا راه خصنا نشدوه من هنا، نقيسوا هذه بعد الطول ديالها شحال، عاد نزيدوا عليها الطول ديال هذا كما درت هنا، عاد نزيدوا عليها الطول ديال هذا باش تعطينا في المجموع ملي نجمعوا هذه القطعه مع هذه القطعه مع هذه القطعه غادي تعطينا الطول ديال القطعه كامله، حيت هذه راه قطعه بحال غير ثانينا. اذا ملي غنطلعوا نجمعوها كامله تعطينا الطول ديالها كله. اذا قلنا 5 و5 10 زائد 3 13، اذا 13 سنتيمتر. يعني ضروري نكتب الوحده، الا ما كتبتش الوحده بحال ما درت حتى شي حاجه، لاننا حسبنا بالسنتيمتر. اذا وهكا كنكونوا اتينا على نهايه الصفحه ديالنا ديال اليوم. موعدنا يتجدد في الحصه المقبله بحول الله.